Yasmina Fokong. Hani Agat. إذا نلتحق بالمنصة ممثل بعد الجوائز اللي حصل عليها الفيلم أبي لم يموت في مدينة مهرجان طنجة، اليوم مهرجان تطوان، مهرجان عالمي. المهرجان والمسابقة كانت فيها أفلام متميزة، الأفلام اللي كتجي من لا تركي، فرنسا، إيطاليا، لا غريس، وقدر الفيلم المغربي حياة قصيرة. الفيلم المغربي أبي لم يموت يفرض نفسه ونخرجوا بجائزة ديال جائزة أول عمل سينمائي، وأنا فخور وكنشكر الطاقم التقني والطاقم الفني اللي داروا فيها الثقة، وكنشكر العائلة ديالي وكنشكر الجمهور الممتاز ديال مدينة تطوان. علاقتي مع الأب ديالي في هذا الفيلم، وشاك فوا فاش كنكون في مهرجان كنحس بيه هو ديما معايا، وجو سيغ سيغتان كيلي توجور لا، وكنقدم ليه هذه الجائزة اللي نروحو لعزيز فاضل. لو تيم ديال الفيلم كان ديجا تخيتي با بامال دو سينياست ماروكان، اي سي غراس ا او كو لو فيلم اكزيست اجوردي. Je remercie beaucoup les acteurs, Fatima Atif, Abdul Nioui, Nadia Kounda, Fawzi Ben Saidi et tout le reste. Et film qui est dans l'album, mais qui est dans le Tchani Brit, nous avons dit que c'est un homme qui est dans l'Italie. Merci.